ويسن للصلاة زور زور سنة لكاتي نويجي أتوبسي سواتشوكي ويسن أن يتأكد للصلاة فرضها ونفلها نويجي وعزب بسنة بالأما سواك سنة وإن سلم من كل ركعتين بالد ركعتان سلام يجبداتوا وقرب الفصل بينك شكنبي إيه ولو لفاقد الطهورين باك أبرا فاقد الطهورين بي آو خورج نبي نجد دكار نجد كتسنية لدو هذا بقلاب كاتوا ولن سوى شباه بك تأكيدي إيه وإن لم يتغير فمه إيه بات آمد وشينا قول رابي والقياس وهذا قيني أنه لو تركها أولها أقل أول إن يجي ترشيكل سن له تداركه أثناءها بفعل قليل لنا أن يجي أو هالسواك تشوكا بل نقاط السي حركي نقاط السي حركي قياس وهاي قياس الأساسية كما يسن له دفع المار بين يديه بشرطه وجي كابري اكد بفيش دابي او هاي لنا كي هاي لنا أن يجي أو إيش سي حركة نبي درستا بعد ما سواك لنا أن يجي سي حركة نبي درستا إيه. وإرسال شعره أي أو ثوب ها أو ثوب كف إيه يعني موي زلشي أو هلول درابو خرج شرب كاتو باشا أو زلشي اللي بحشت خود أنا أبوه أو هبر بداته ولا ناون يجي أو يعني فعل قليل المسامحة كري على المشي أو هم مثالي عندي بيدين الشعر برباته هذه مو مو آه مو بقول واسب لستوق السري بس تابو ما كي برد داتوا يا نزل شيء أو ها للولي دابو لبا بشت خو بابر بداتوا لنا نمشي إيه ولو من مسل آخر بايا مسل يشي دي كبير لبيش توبي نزل شيء لبا بشت خو دارا بدست شو بقيني أو ها أو ها لنا نمشي قيدنا كم قياسك أو هذا قيني ولسجدة التلاوة أو الشكر ولسجدة التلاوة أو الشكر لو سجدة التلاوة لو سجدة الشكر دي سنة أو سواك السنة وإن تسوك للقراءة بالو قرآن خويندني تلاوتك اي وش قدس بالقرآن خويندك السواك تكن قيش سجدة تلاوتي سجدة دبي ليس السواك اشتكبك على الأوزع ويفرق بينه وبين ما تداخل بعض الأغصال المس وبين تداخل بعض الأغصال المسنونة أو زباشا الآن أو قراءة سجدة تداخلي نكر قراءة سواك تسرب خوي دبي سازدكش سواك چی سر بخوی دوی هنده غسل هيا هنده غسل هيا دبینی تداخل دکا تداخل دکا مثلا غسلی واجبی لسر و جمعه شهور دکان دکا او غسل کافی ها لو اغسال از اون مثال اغسالی مسنونی په هنا نار ای واجب دو سه غسلی سنتی لسر و مثلا دخول مینا و دخول عرب و دخول مکی و او اوانا یک غسلی کرد كافية لو أواني رابرد وكارش دوسي غسلة دكا مثلا بريم على عرفات غسلة مينايو أو أواني دكا لا 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 مينايو غسلة عرفو مزدلفيو أمان بابكا بيكوا أوا أقل أواني كينا كلمي لو أغسالة كان تداخل دكان برام سواك تداخل ناكا ويفرق بينه وبين تداخل بعض الأغسال المسنونة بأن مبناها على التداخل غسل بناء كلس التداخل له لمشقتها وصل زعمتها أو أن غسل كنا لسيك دي برا سواك تيها واحدة كيو ومن ثم لبر أزلي عندي تنشي غسل زعمته تداخل تدايا كفد نية أحدها عن باقيها نية يكشي ديني أو أن يتحمله بدكبي ولا كذلك هنا برم لسواك ونيا لما تقرر أنه يسن لكل ركعتين وإن قرب الفصل لما يديننا ما نقول هر زود زود ركعت عندك أي وشي تراويح دورك حمو زالي سواك يمكا حمو زالي ولأنه يسن للصلاة وإن تسوك لوضوئها ولم يفصل بينهما
لو نوجه سواك شي دي دكا با با لو دس نوجه جي كشكي كردي بي تداخل نيه لسواك شو اه ويفعله القارئ او زي قرآن خلينا كا كم جي سواك شي دكا بعد فراغ الآية بعد فراغ الآية وكذا السامع وكذا السامع سامع كش ويفعله القارئ بعد فراغ الآية وكذا السامع كما هو ظاهر إن لا يدخل وقتها في حقه أيضا إلا به أو يستزدي تلاوة دابا كم جي ببا كم جي سوار شدكا وشي آية يستزدي خوين إيش دان سزدكي نبرديا بس سوار كتش بكا أوز سزدي ببا نجاكيا أبدا نشرني اللي نجاكي ويودك نجاكي داني هر قارئ مطلقي ناري مصلي قارئة القرآن دخويني قيشت آيات سزدي آياتك بخويني آيات سجد دوي وشي آيات تخوين أو إشتا سزدد نبردي لبين آيات ولبين سزدي هنجي سواك كي بكا نل مطلقي قراءة القرآن أو ها بجوابك كو مطلقي قراءة القرآن بيش أو معلومة أو إشكالين يا ويفعله القارئ بعد فراغ الآية ويفعله أي السواك بعد فراغ الآية وكذا السامع كما هو ظاهر إذ لا يدخل وقتها في حقه أيضا إلا به أسامع كش وش قارئ كي داخلنا بوقت وقت السزدي حتى آتك خلاص نبي فمن قال يقدمه عليه أدي أو كسي كدر الزوزو سزدا كيبكا سواك كيبكا لتتصل هي به وبسزدك هي سواك كي متصل بسجدك راوس فمن قال يقدمه عليه لسفراغ آياته هشتان خلاص نبو بي لتتصل هي به آياتك وسواكك كالقارئ إلا به بالفراغ فإن الأفضل فعله قبل دخول الوقت ليتهيأ للعبادة عقب دخول وقتها لتتصل هي به بعد فراغ الآية ونزيل الوضوء للصلاة قبل دخول وقتها هشتان يجنو بي نسمجد شوي فإن الأفضل فعله قبل دخول الوقت ليتهيأ للعبادة عقب دخول وقتها أو زهشتان وقت دانا هاتيا فمن قال يقدمه عليه لبش فراغه لو لتتصل هي به بسواشه قراءتك أوج عبادته وبفي متصل به دريد وش أو يدسمش دريد هشتان بانجي ندابي أتو واباشا دسمش بشوي وبحاد دسمش كد خلاص بود أتو مباشرة بعبادته دكي أوج أو هايا وبحال خلاص مو سواك كو أتو قراءتك دخويني أوها فمن قال يقدم عليه لتتصل هي به لعله لرعاية الأفضل أو منشين له رعاية أفضل بي أفضل أو هايا أفضل أو هايا أقنا خوي زيقاك أو هايا راوسة آتك خلاص دبي أو زهنجني أو سواك كيبك ولصلاة الجنازة لو إيش سواك سنة وللطواف لو سواك سنة وذلك أزدت وسمتنا كي وتمان ويسن للصلاة وذلك ولو سنة لخبر الحميد بإسناد زيد ركعتان بسواك أفضل من 70 ركعة بلا سواك أدي يقر ركعتي بسواك خير ترى لحبتا ركعتي بسواك وليس فيه دليل على أفضليته على الجماعة أو إذا عندك برين ما دام وابي ديال السواق لن يجب الجماعة خير ترى سمشي نجيب الجماعة دري بيستو بينزو بيستو حف ونار حفتا أو جيشت حفتاي درينا خيرتو معناها كي تينا جيشتي وانيا
وليس فيه دليل على أفضليته على الجماعة التي هي بسبع وعشرين درجة. حديث شئ الجماعة خنار الركعة دل بستو حب درجة. هذا درجة احتمال هندي صدر هندي صدر ركعة سوى شيء. درجة لو لأنه لم يتحد الجزاء في الحديثين. جزاك له دو حديثان يقنية لا حديث سواتش در الركعات لا حديث جماعة در الدرزة أدي لأن درزة من هذه سنشي درزة لن يجد جماعة بستحفتكي قد تعدل كثيرا من تلك السبعين ركعة ودوي لها شتا ركعة إش قولتنا لأي سواتش وأيضا سشديش ما هي خبر الجماعة الصحو أو هي جماعة بقوة ترى عمل بيبكى بل في المجموع أن خبر سواك ضعيف من سائر طرقه وأن الحاوزة كسكبر حاكم تصحي كديا دلو أن الحاكم تساهل على عادته في تصحيحه حاكم عادتي ويبسوك ساناي حديثان تصحيح دكا عادتي ورحمة إخوائي ليبي فضلا عن قوله إنه على شرط مسلمين لسا عارش قوتيتي لسا شرط مسلمية لسا شرط مسلمين يا وقول ابن دقيق العيد أزم قوت ما عند درجة زيوازة دقر ركعتي ها ابن دقيق العيد قوتيتي درجة نويشة دقر نويشة دا أزم قد دقر نويشة دا بي هنجي إشكالك كما تيسان بقوة تبتوى وقول ابن دقيق العيد المراد بدرجة الصلاة در مقصد في الصلاة دليل شمهية لخبر مسلم صلاة الجماعة تعدل 25 من صلاة الفذ إيه أو درجة كده والصلاة أو قصي متنازع فيه نزاع لقصي ابن دقيق العدي دكري نزاع تداها بأنه ليس متفقا عليه اشتاكي اتفاقي نية كدرجة بمعنى الصلاة به كما سرعوا به لو أي لإمكان الأخذ بقضيته أمن لهم أي بقضيي خبر مسلم إجبكم كبي كما نويش درجة درجة خوبي عمل بحديث كجبكم أي مسلمي قضية خبر مسلمي أدين لإمكان أخذ بقضيته بقضية خبر مسلم شي ابن دقيق العيد ابن دقيق العيد حديثي كم دومي كردايك وتي درجة صلاة لحديث مسلم مش درجة صلاة ونبو أما الأمان هيا برم زيوازة درجة ها درجة حديث مسلم مش درجة نويش درجة نويش قيدناك درجة شي زيادة ونويش شي زيادة أوها بستو حفظ نويش أو درجة شي زيادة لإمكان الأخذ بقضية مضموما للدرجة التي في غيره لحديث كيدي كدري درجة لحديث مسلمي درية نويش أو زمادة موابي فتكون صلاة الجماعة نجب الجماعة بخمس وعشرين صلاة بستو بينز نويش بي برابر و 25 درجه هذه 25 درجه بيان 27 اذا سوت شي روايه كدر 27 ديال 25 وهذا نجيب الجماعه عندي 25 نجي قوريه عندي 27 درجه قوريه وهذا هو الأليق بباب الثواب هو لا يقترن درك الثواب الرحمه اخوي تعالى على سعة الفضل والمانع من حصله بحمل الدرجه على الصلاه مانع لا عندي لو حصريك ابن دقيق العيد كديتي درجة كديت الصلاة كم مانع سعة فضل ها سعة فضل كمانع كو مانع سعة فضل كي وهو الأليق بباب الثواب وهو المانع بباب الثواب باب الثواب أو الثواب المبني بباب الثواب المبني على سعة الفضل والمانع يعتبر مبني باب الثواب مانع لويك ابن دقيق العيد حصل بك عندنا الزبري إلى ذلك الصلاة داو يعني يقوري وردك ويمنعه أيضا لسان من يحصل ذلك أن رواية الصلاة أن رواية الصلاة 25 وأن رواية الصلاة 25 والرواية الدرجة 27
وعيلا أن رواية الصلاة 25 رواية الصلاة 25 والرواية الدرجة 27 27 دي سنابتوه ده ابن دقيق العيد كوك ديتيه فكيف يتأتى الحمل مع ذلك يجب أن أدام أما قطمان درجة جدايو صلاة جدايا فلا إشكال بوجهه وبتسليم أن الدرجة الصلاة بابي موسى القسي بن دقيق العيد برم درجة الصلاة فلا شك فلا شك هز قمان النبي درجة الصلاة بي سوى قد ناقات الجماعة قد ناقات فلا شك أن للجماعة فوائد أخرى فائدة أخرى زائدة على هذا التضعيف في مقابل زائدة على هذا التضعيف لتضعيف سواتشي لتضعيف سواتشي قال قولة الجماعة لسه في مقابلة الخطى إليها أتوشى قوانا داري وحديثها كثرة الخطى إلى المساجد في مقابلة الخطى إليها هو يك وتوفر الخشوع خشوع خضوعتها والحفظ من الشيطان الشيطان حفظ دبي بزماعته المقتضي لمزيد الكمال والثواب وغير ذلك دستقوز باندك ودقر أمتي محمد خادعات قبول لك مما وردت به السنة وذلك يزيد على زيادة السواك بكثير بكثير فلا تعارض وأما الحمل الذي ذكره شيخنا في شرع الروض اشتكيدي كشه شيخ ما لشرع الروض يقول يا نار قسكي لشرع الروض شيخ زكريا أنصاري لشرع الروض دل هو أزيتي تدالو لهم نقل نكردي فلا يخلو عن تكلف ومخالفة لظاهر الحديثين تكلفه ومخالف ظاهره هو الحديثانه فيحتاج لدليل لإمكان الجمع فيحتاج لدليل يجي تكلف مخالفه زائد بدليل لسهب او جانو دليلين نيا او جا ماذا موابي امن هناك مقص شيخي واما الحمل الذي ذكره شيخنا في شرع الروال فلا يخلو عن تكلف مخالفة لظاهر الحديثين ويحتاج لدليل لإمكان الجمع بغيره أمن بغير قص الشيخ دثون جمع لبين حديثة كان دكم مما يوافق ظاهرهما موافق بيدق ظاهر حديثة كان قصوي موافقني دق ظاهر حديثة كما علمت وزاء بسند حسن عن ابن عمر أن الجماعة في مسجد العشير في مسجد العشير في مسجد العشيرة لمسجد أبينا وماران عند مسجد يقصوا كهيا خرج إلا نوش إلا ذا كاولو زمعينيا أو مسجد العشيرة أقلت الزماعة تتكلم مسجد العشيرة بخمسة عشر صلاة ببانزة نوشيا وفي مسجد الزماعة أي مسجد تقوريها زماعة أو يقوريها بخمس وعشرين عندي بيستو بانز نوشيا ومثل هذا لا دخل للرأي فيه أنا أشتيك ابن عمر فرمويتي خوب الرأي خوي النية يارا لخوش بيستجيل يا أبوه أقصي فرمودي ابن عمر يا بس ابن عمر تسواني فضل تسيا أوتسيا سقصي صحابي أقل بحسي نيش أويبي حميا لخوش بيستجيل يا أبوه فهو في حكم المرفوعي لحكم المرفوعي وابو حديث ما دموابي ماذا موابي؟ وديارة جاوازة جاوازة درجة جدايا دقنوشي دقنوشي درجة صلاة صلاة كش فرقي كد صلاة كش فرقي كد وبه يندفع أيضا تفسير الدرجة بالصلاة دي سانية نابي الدرجة بمعنى الصلاة لدي ولو لأن أحاديث الدرجة سنشي حديث الدرجة متفقة على الخمس والعشرين همو بحسي بستوفينزي لكن أوي درجة بي وأحاديث الصلاة مختلفة أحاديث الصلاة مختلفة زارش دري بستوفينزي زارك دري بستوحفتا أحاديث درجة قبان بأس أوي كوتي بدرجة أي نيثر موسى 27 بسوحوته كو؟ نيثر موسى بسوحوت إيه؟ بسبعين وعشرين درجة فإن لا بيشا فرمين كا التي هي دل لأن أحاديث الدرجة متفقة على الخمس والعشرين أخر بيشا فرمين على الخمس والعشرين دل كذا في النسخي
والصواب على 27. هو دري هو دري باشا قيدناك لان احاديث الدرجتي مطابقه اگر قبشت بيت قبشت حفته اتفاق الى سره ونيام واحاديث الصلاه مختلفه حديث الصلاه مختلفه زار دري بيت بين زار دري بيت حف تازر زار شي قوتي 15 زار شي قوتي 25 او فرق هي واحاديث الصلاه مختلفه فدل على ان الدرجه غير الصلاه لو لانها لم تختلف بالمحال بالمحالي بمحل درجة اختلاف نبو يكشبو والصلاة اختلفت بها نجك بمحل اختلاف وحينئذ وابتدأته وحينئذ كواتا فتكون الصلاة جماعة نجبت جماعة في مسجد العشيرة أقل مزقة تقسكو ككي بكي وهو ما بإزاء الدور أو يكلنا ومارانا مزقة تقسكا مزقة عشيرة دور 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 لنا وخاني برا لنا وخاني عندها أو باثنين وأربعين صلاة دبتا تسلودون ويش دبتا تسلودون ويش دبتا تازن يقول بيشتو بين بازدي زيادة بازدي زيادة وحديثة وين يقول إيه حديثة كيدي كاش دي قد بيشتو حفت بيشتو حفت دقا بازدي دبتا تسلودو هو بو تسلودو هل نجم اخوي نجي جماعة بمشتو حفتنيا حديثة كدري اقل لو نزقفتي حشيرتي بكي فازدها يعني فازدها دي بارسة مشتو حفتكي دبتا تسلود هدي نقوى ساعة الرحمة اخوي وهاي بارسة يقدي اي وفي مسجد الجماعة وهو الجامع الكبير جماعة غالبة او باثنين وخمسين صلاة هدي اوي دبيتا بزاودو أتصور شو قتي بيستو بينز أو إيش بيستو حافظ بو بيستو حافظ بيستو بينز ده كبان زاد وبهذا يتعيد ما تقيد ما قدمته أو زبوق سيدا كأمن دريم حديث كان زيواز يقدي بك هم يبايع سيقدي مري والله درجة وصلاة يكا ابن دقيق العيد وبهذا يتعيد ما قدمته سمجو أن تضعيف الجماعة يزيد على تضعيف السواك بكثير زما عاد قال لنا سوا شي قورة ترى دي ومنا قو هاكو تازا قاعد ما نبض زودوي هنا قاش تحت هذا والله لا والله ولو عرف من عادته هذيك كابرا ديزاني لعادته خوي ادماء السواكي لفمه سوا شي كنت باه كنت بريندار ابو ابو زاري عادتي او هابو استاك بلطف هيدي هيدي بكا قال لك فدوي خوبي والا هيدي شي كنت باه بخين دادها تركه بانكا ويفعله لها ولغيرها اي او زلو نويجه ولو غير نويجه ولو بالمسجد لمزقبتش سواك دكري شرنية مزقبت سواك الا لدروي مزقبتي بي كنجي ان امن وصول مستقذر اليه اقا امن بو الى مستقذر اوانا اقا ديزاني خدو يبخين دادي لمزقبتي بكا او باشنيا اقا ناس سواك لمزقبتي هيس عيبيني أدي دع بعض قوتيت يان سواق لمزقبت خرافة وكراهة بعض الأئمة له فيه سواق لمزقبت خرافة أطالوا في ردها علماء حمو يزور ردي عن دايت وقسيا مردودة رحمة الله وصلى الله على سيدنا محمد إيش يقول من أول عجيب والآخر أخوش يقرأ وصل أول كدرجين الصلاة آخر أول ها؟ كم عجيبه كم؟ نحن لو درجة الصلاة نيا هي الصلاة حديث كان دوسي حديث بلا 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 هم حديث الصلاة كان من هاوش توصل هذه درجة من هاوش توصل أو حديث كثمين بيسو بيانج بيسو بيانج نيش يا عشيرتي زامعي خلينا نسبي أويش أويش بيسو بيانج يا عشيرتي فازدة لا حديث كان يخو مانش قطوان بيسو بيانج وقطوان بيسو حفت بيسو حب بيسو حفتيا هرنيجا أو زهور لو حد يسمع بس يعني، أي عشيرة تباز دكوا بيشتو حفتي بس يعني، أي ودي كش باز دو بيشتو بينزو بيشتو حفتي بس يعني، أوه نقدر أزعل، وش ابن دقيق عيدي؟ يعني قول بعند كسي ل لمزجوت في جامعة نيجبك على جماعات، بنجاو دو نيجي جيشتو بيشتو بينج درجش، بنجاو دو نيجو بيشتو بينج درجة، أي درجة جوا يا، بنجاو دو نيجو بيسو بيانج درجة اويشيان تشلو دو نيجو بيسو بيانج درجة رحمة الله يعني خير يقرأ زور يقرأ
والمواسع أبو بكر هي مصنف شورية زار أحمد يخويلي بكتبك يا أفهمي قال طالب العلم نا ونجي جماعة بعلمي رباني حسيونا كذي بعلمي رباني حسيونا كذي شو قصة عالمي رباني بين أوهم وخير لذ خوينا هذا الدنيا لو بخوي بخدش واقع بيني أولاش خدش شان بدا يا محمد صلى الله عليه وسلم شلون هذا استوى شلون نجي لك الغازي خزانة كان يخوي لك دي فارم هستن نجي بك شلون نجي بك أيقظوا أهل الحجورات هي عاجزة بي قاسي كي خلوة أو ناخوش لدر كيف ده قاسي بك فلنيس بين شكايات بيدك أبي تنبيبي هل من طالب علم هل من أبو قطمان بازدي عشيري داوين السا بيستو حافتي دابدا سلودو بيستو بنزي صلاة الجماعي داوين السا بيستو حافتا كيدي دابدا بنزاودو عشيري كيف يتلودو عشيري دابدا سلودو اوه دي نجي بجماعاتي لنجي خطبة اللي دكري ونمزغطي قورا اوه بيستو بنز بيستو حافت دابدا بنزاودو بنزاودو صلاة بنزاودو صلاة مالا قربان صلاة اتو قوتد هشت أنا ناقطة سواك أو حفتو شنو الركعة أو حفتار ركعة دو ما نقول أو نش هو تيجي شو مقصه كده راس ما نقول بزوانيا ما نقول إيه سواك يدري حفتار ركعة ما نقول أما كده ما لبنا زودو بتسلودو صلاة هر صلاة تقدر ركعة هذي هو زيادة كده حفتها كده هذا شنو نقول هذي سلودو دكاتن دوزار سلودو دكا هشتاو ساعة ما نقول دوزار بنا زودو دكاتن ستو ساعة ما نقول هو حب الصلاة زيادة زيادة ما نقول ما نقول فزوات يا أخي